فكرة عن نفس جو الدراما يوجد طالعوا لي يمشوا مجموعة في مكان وشلة، طبعا اعتبر ان عندهم جميلة. يا سيارة بني جيني من دال، يوم جات لكم فيديو جديد، والفيديو راح يكون عن تكملة قصة قديمة حبيت اني استرجعها من الذكريات، يعني ارجعها بعد ما دفنت عليها راح ارجعها من جديد. هي قصة مهوشتي مع الولد. في ناس كثير مني حابين يعرفوا ايش اللي صار بيني وبين الولد بعد المهاوشة، وفي ناس حابين يعرفوا ايش اللي صار قبل المهاوشة، وايش السبب الذي جعل هذا الولد يتعرض لي ويؤذيني. المهم انه راح اتكلم عليه، بس قبل ما ابدأ الفيديو عندي خبر سيء، او بالنسبة لكم او بالنسبة لي ما ادري، بس انه انا ما راح اكمل قصص العلاقات الخمسة اللي انا قلت لكم اني انا ارتبطت خمسة وكنت بتكلم عنهم، بس لاحظت انه ما في عليه اقبالية، ما في عليه دعم للقصص، عشان كذا قررت انه الغي فكرة انه انزل قصص الارتباطات الخمسة. ثالث شيء، لا تنسوا تشتركوا في القناة، وكمان تابعوني على الانستغرام بحط لكم هنا، وتابعوني على تيك توك، وكمان تابعوا نارين وتاسم وقناة العائلة بحط لكم في صندوق الوصف. وكمان في شيء، انا حبيت انه افتح او رابط لدعم القناة، فاذا حابين تدعموا القناة بحط لكم صندوق الوصف، فتروحوا عليه ودعموني باي مبلغ عشان اشتري معدات التصوير. يلا خلونا نكمل نروح للقصة. راح اتكلم ببداية معرفتي بهذا الولد. طبعا اول ما دخلت المدرسة اجنبية، الاولاد واو، ترفوا جو اللي لما يشوفوا بنت مختلفة عنهم كيف الاولاد يتنططوا. على فكرة نفس جو الدراما، ترى كانوا يتنططوا جنب في صفي ويقعدوا يطالعوا لي ويمشوا مجموعة، هم كانوا شلة في اول ثانوي، يمشوا يطالعوا لي وما اعرف ايش وزي كذا، وكل واحد يعني منمر علي، يعني على اساس يعني مصدقين نفسهم. هذه الفكرة نفسها نفس الافلام الكورية، اكثرها اكثر من الدراما، انه عشان شكل مختلف، العيون، الانف، ما اعرف ايش، طبعا اعتبر انه عندهم إلى حد ما جميلة. المهم هذا الولد في يوم من الأيام كذا كبجكي، كان من الأوائل يعني يقدر يجي من عندي ويتكلم معايا وكذا، وبعض الأحيان كان يسلم على يدي، وبعض الأحيان مرة أنا لفيت شعري، على فكرة لفيت وكذا، هو شال الربطة وقال لي كذا شكلك أحلى، يعني عمل لك الجو الرومانسي الجريء أمام أصحابه. فمن جد هذا رومانسي خايس، يعني ما أحسه خياسة. ليش؟ لأنه كان حركاته سخيفة ذيك اللحظة ما أضربه. طبعا ما قد صار البنت كورية في المدرسة هذا الشيء، وأنا كل ما أقول لهم يقولوا لي إيش، أنه لو منك كنت أضربه، ما أعرف إيش. وهم كانوا جنبي أصلا ويطالعوا للأولاد وهم يعملوا هذه الحركة، ويقولوا لي يقربوا مني لما يشوفوا الأولاد يعملوا هذا الحركة. ذاك الولد ما كنت أطيبه، إلى حد ما كنت أطيبه، يعني كان سخيف طحن. مرة جاء عندي وإحنا كنا خرجنا في الساحة عشان يورونا الإطفاء وما أطفاء وكيف نطفي تحت الشمس، بس أنت تأخذي بطانية وتقولي جيبوا هذا الموية لنا، إحنا اللي نبغى نطفي من الحرارة. فأجا الولد كذا فجأة لعندي وقال لي I love you. طلعت I love you، يعني أول مرة اسمعها قال لي I love you. قلت له كره طيب ايش اسوي لك كره؟ قام حس زي المنكسف وراح لعند اصحابه. انا حسيت ذيك اللحظة بعد ما راح عرفت انه قلت له انه اصحابه تخيلوا هذه بنت تحبني، لو قلت له I love you يعني قال لك انه عمل جراءة. جاء لعندي وقال لي I love you عشاني اجنبية وزي كذا. بعدها بيومين جاء لعندي للصف قال لي I love you نفس الكلمة. قلت له يعني انا طفشت من كثر ما قال لي المرة الأولى I love you والحين I love you. قلت له طيب كري يعني طيب إيش أسوي لك يعني طيب. قام قال لي I love you. قلت له أنا كمان، يعني كنت بالإنجليزي me too، جاي أقول I love myself. مشي راح قال له قالوا تحبني قالوا تحبني مصدق إنه أنا راح والله قال لهم، وأنا سمعت على أساس إنه أنا ذيك اللحظة ما كان على أساس أفهم كوري، بس أنا ذيك اللحظة عاملة شفت أنتوا اللي أخذ الكلام وما مو ضروري أعبر ولا أتكلم عن الموضوع، وكنت أعبر بعض الأحيان من هذا الكلام، وعاش الدور فعلا حسسني إنه أنا فعلا رديت له قلت له أنا كمان يعني وافقت على حبه أو الاعتراف حقته. هذا كان في جو السخافة. يعني طبعا هذا الولد ارتبط بواحدة هي كانت معاهم في المتوسط، بس نقلت لمدرسة وبعدين رجعت لمدرستنا، فرجع ارتبطوا هو وياها. هي نفسها صرت معاها يعني صاحبة صديقة،
يعني بيننا سلام وكلام وزي كذا، وهو مرتبط هو وياه كان دائما يجي يتعرض لي ويتأذيني ويتساخف معي. في يوم رقص كان يوم مرة مهم وأنا قاعدة أكل، كل مرة أكل وتقول لي ماني مغا ماني مغا، وهذا هو حبيبته. يعني لما يكون عندك حبيبة عيب إنك أنت تطلع البنت ثانية، عيب إنك تروح تتقرب من بنت ثانية، عيب إنك تتحركش ببنت ثانية. دائما كان أنا وقوم من النوم وكذا، أنا بالذات هذا طيب دائما أنام بهذا الشكل وحطه بهذا الشكل. جاء مرة بالدبدوب يقول لي ولا وش أنت كياوة، ويضربني في وجهي بالدبدوب بيد الدبدوب، أنت مو كياوة، لا تفكري نفسك كياوة. عندك اللحظة أنا تعصبت لأني لساتني قايمة من النوم وصاحية وأقول يا صباح الخير، يعني طبعا في الحصة أنا نمت، فقل لي كذا. أنا جريت وراه بعدين ضربت. أشوف كيف طريقة الجري، تقول أفلام أكشن أقسم بالله، وأنا الحب يا شا وسبسبوا بالحقتهم اليوك حقتهم، وقولوا تعال كيف تضربني أنا ما تضربني ما أعرف إيش. في ذيك اللحظة هو كان بجو مزاح، يعني هو بالنسبة له والأولاد يجوا من وراي وأنا أدفعهم وعيش الدار. يعني هو تخبى ورا باب الصف وأنا رفست الباب على وجهه، عورت له وجهه، هو كمان رجع الباب علي عورني في هنا سني خرج دم. خرج من الصف أنا مسكته مرة ثانية، لا تمسكني كذا مسكته. فبالنسبة لي إنه أعتبر هذا الشيء عادي لأنه أعتبر نفسي زي الوالد، مسكته وقلت له مرة ثانية لا تمسكني هذا، هو يقول لي أهلا كياوة كياوة، يعني كيوت كيوت. فقال لي إيه كياوة، قلت له تلمسني مرة ثانية بتكسر. الفترة قلت لكم الرأس كان بداية الرأس وأنا قاعدة أكل بالكمال مقوي، يعني جادني، يعني يقول لي ليش تأكلي زي ذويجي، بتسمعني بعدين لما بترقصي بيطلع كرشتي. أنا قلت له ما لك دخل. بعدين كنا نتناقش وكنا هذا، بعدين كان جو تتعرفي جو عينات بين البنت والولد، فهو كان يعلمني دائما يتحركش فيني، دائما يظهر أمامي. حتى لما ألعب كرة سلة هو كان يعلمني كرة السلة، يعملك الولد الرومانسي، وهذا كله موجودة حبيبته ما تغير حبيبته ما. في ذاك اليوم اللي أنا ضربت معه أحس أنها زعلت منه أو ضايقت منه، أكيد يعني هي كرهتني جو، يعني طحن لأنه هو آذيني، هي ما بتطمو اللي آذيني، بتقول أنا اللي أنا تحركش فيه، أنا اللي بتقرب منه. هم كذا في بنات كذا يفكروا. فلي صار منه قال لي مدري ايش، بعدين نهايته قال لي سلمي على يدي بالنهاية العناد، سلمت على يده وخلاص. جت اختي السنة جتي الثانية، جت دخلت المدرسة اللي ابهك يعني على الدخول، جال عندها وجلس يتكلم معها. انا جت عصبت ذيك اللحظة لانه اعتبروا زي عدو ولدود، قلت له ايش جابك هنا يا مدري ايش معروف ايش. قام قال لي انا جت بس الا سلم ابغى تصاحب مع اختك. اختي أنا أكره أختي يعني الصراحة ويوتي، بس ما أحب هذا الشيء. أقول لها لا تضحكي لا تضحكي، هي أختي مسكينة يعني تعتبر هي لطيفة فعلى نياتها. وأنا قلت لهم قلع، يعني أنا خفت عليها لأنه أنا أتخيل أنه ممكن يتآذوها وكذا يتهابلوا عليها وزي كذا، مستحيل بدافع على أختي. طبعا أحس أن القصة طولت عليكم، ف أحكي لكم تكملة لأن هذه سنوات من المغامرات مع هذا الولد السخيف لحد ما. بس مهما كان هذه المغامرات تضحك عليها تقول إيش كنت أنا إيش كنت. بس أنا ما أطول عليكم في القصة وخلونا نكمل القصة. إذا حابين تعرفوا الجزء الثاني أو إيش اللي صار قبل العراق وإيش اللي خلاه يحقد علي فجأة كذا ويبدأ يضاربني ضبوب كومنت. وثاني شيء إذا حابين كمان تعرفوا إيش اللي صار بعده كمان، صالحنا أو لا، إيش سويت معه، تكلمت معه أو لا، فاكتبوا بكومنت. يلا وصلنا لنهاية الفيديو، فإذا حابين تعرفوا تفاصيل أكثر وأكثر في فيديو آخر يلا تحطوا كومنتات. لا تنسوا تشتركوا في القناة، ولا تنسوا تتابعوا قناة نارين وتاسم وقناة العائلة، وطلع على رابط الدعم تدعموا قناتي عشان نشتري شغلات تفيد القناة، عشان نغير هذه الإضاءة وغير جوالي خليك كاميرا تصور، لأنه صراحة أعترف لكم أنه ما عندي إمكانية أنه أعمل هذا الشيء. حاليا أنا أشتغل والفلوس حتى ما تكفي أني أشتري كاميرا وكذا. فإذا حبيتوا القصة لا تنسوا تحطوا لي كومنت، تعبانة والله، ما تنسوا تحطوا في كومنت، وأحبكم مرة وأشوفكم على خير. باي. Drop top, smoking no cook in the hot box. Fucking on your bitch, yeah, dot, dot, dot. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try no.